مشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فلاش باك. في هذه الحلقة نفتح مرة أخرى ملف الجزيرة أبا، ولكن من وجهة النظر المغايرة. استمعنا إلى وجهة النظر المايوية مع سعادة الرائد عبد الله الصافي، والآن نستمع إليها من وجهة النظر الأنصارية. ضيفتي لهذه الحلقة هي رباحة صادق المهدي من مواليد أم درمان عام 67-900 و1000، درست كلية الهندسة الكهربائية جامعة الخرطوم وتخرجت في 91-900 و1000. أيضا في ذات العام عملت في سكرتارية الإمام الصادق المهدي من 91 وحتى الآن. هي صحفية لها العديد من الكتابات الصحفية في الصحف السودانية المتعددة، عضو المكتب السياسي القومي لحزب الأمة، وعضو مجلس الحل والعقد بهيئة شؤون الأنصار حقوقية، ومن كتاباتها الاختلاق والانسلاخ بحزب الأمة عام 2000، أيضا كتابات أوراق المرحومة سارة الفاضل 10 و2000، شاركت في تحرير الأدبيات والكتب من أهمها وقع الرحيل، كلمات في وداع سارة الفاضل، يابا مع السلامة في وداع شاعر الشعب محجوب شريف، أيضا انتخابات أبريل 10 و2000 في الميزان. مرحب بك يا رباح ومساء النور. مرحب مرحب أستاذة عفراء، ومرحب بالمشاهدين الكرام وبقناة الشروق، شكرا للاستضافة. طيب نبدأ مباشرة كده بداية حامية، والحديث حول يعني ما ورائيات أحداث الجزيرة أبا. في الحلقة الفائتة بالطبع عن الجزيرة أبا تحدث الرائد عبد الله الصافي إنه السبب ربما يكون هو حب السلطة، لأنه الإمام الهادي كان مرشحا لرئاسة الجمهورية، وكان قدم إلى الجزيرة أبا قبل أيام فقط، وكان يستعد أن يرحل إلى تولس، وبينما يستعد أزهري إلى مايرنو، والاثنين دارين يتنافسوا على سباق الرئاسة، وأتت مايو أجهضت أحلام الإمام الهادي في ذلك الوقت. يعني طبعا من الغريب جدا أنه ناس استولوا على السلطة بالقوة وبالدبابة يتحدثون عن حب السلطة، لأنه أنت من فرط حبك للسلطة استوليت عليها بالقوة، فما بالك تعيب على أشخاص كانوا يسعون للسلطة بالصناديق الانتخابية. ومؤكد هذا المنطق شائخ، يعني مشروخ وشائه، لأنه الإمام الهادي كان يسعى للانتخابات الرئاسية زي ما قلت أو كما قلت في انتخابات ديمقراطية عبر الصناديق. لكن الذي حدث في الجزيرة أبا ليس له أي دعوة ب يعني سباق نحو الرئاسة، لأنه بقدوم الانقلاب نفسه سنة 69 يوم 25 مايو، كان قد قطع الطريق أمام الانتخابات، فبالتالي المسألة لم تكن حول من يصعد للرئاسة. وكل ما أعلنه الإمام حينها أنهم يتحفظون على إبعاد كل القوى السياسية ما عدا حزب معين، الحزب الشيوعي السوداني وعناصره اللي كانت موجودة في الانقلاب، وطبعا بعض الناصريين أيضا. المهم كان في انحياز واضح لحزبين ممكن نقول يساريين، وكان في بطش ببقية الأحزاب. كل الكلام كان عن إنه يجب أن يكون هناك حل قومي لقضايا السودان. طيب لو سمحت لي بمداخلة بسيطة، يعني الحزب الشيوعي السوداني وتقريبه من النظام المايوي ومعه القوميين العرب أو الناصريين، قد يكون هذا الأمر مبرر لأنه برضو يعني عاش تجارب برضو فيها ظلامات كبيرة بعد إخراج النواب من البرلمان. وفي حديث الآن موجود في اليوتيوب، يعني دكتور حسن الترابي يتحدث إلى قناة فضائية عربية إنه كانت الحادثة بسيطة جدا، نحن طورناها ويعني غرسنا الحماسة في الشارع السوداني وخرج الشارع السوداني وأخرجنا النواب من البرلمان، ما برضو ده نتاج ظلم وقع في مرحلة ما. طبعا يعني لا أحد يستطيع الآن أن يتحدث عن التجربة الديمقراطية الثانية باعتبارها كانت خلو من الأخطاء. يعني أفتكر دي من أهم المراجعات اللي يجب على كل الأحزاب السودانية أن تجريها، النظر لتلك التجربة وأخذ الدروس منها. حزب الأمة بالذات قبل وقوع الانقلاب وفي بعد أن خاض الانتخابات بتاعة أبريل مايو 68 عمل بيان ونشر ذلك البيان، وفيه اعتراف صريح
بأن يعني الاستجابة طبعا حصل تجييش للعواطف من قبل الإخوان المسلمون وأيضا من قبل الإخوان المسلمين وأيضا من قبل الرئيس الأمة برضو والاتحادين التجييش كانوا كان مشاركين. التجييش كان يقود إذا رجعنا لمضابط التاريخ كان يقود الإخوان المسلمون والزعيم إسماعيل الأزهري الزعيم رحمه الله. يعني التجييش كان يقود القطبين ديل حزب الأمة استجاب لذلك التجييش ويعني حتى إنه البرلمان بأغلبية ساحقة أجازت التعديلات الدستورية الخاطئة بطرد النواب التي تسمح بطرد النواب الثمانية من الحزب الشيوعي، فده كان خطأ. وأيضا كذلك قاد حزب الأمة لاحقا قاد المعركة مع القضاء، لأن القضاء حكم بأنه هذا التعديل غير دستوري غير صحيح، وحزب الأمة فعلا أخطأ في ذلك واعترف بخطأه. كونه انه هذه الـ 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 يعني انا قصدت رباح لو سمحت لي قصدت انه يعني الشيوعيين وعدائهم تجاه ما يسموه طبعا حسب ما يطلقوا القوى الرجعيه والانتصار على الرجعيه ومذكرات جوزيف جارن مذكرات عبد الخالق ده كله ممكن يكون شنو ما انا داير اقوله غبينه يا استاذ ايو. انا داير اقول انه فعلا حصلت كل الناس كانوا مغبونين. مثلا السيد الصادق المهدي لما تعودي لخطاباته او كتاباته في ذلك الوقت كان عنده كتاب اسمه بلاغ واحتجاج في مايو 68، وكان يتحدث بغبن شديد جدا جدا عن الطريقه التي تم بها حل الجمعيه التاسيسيه، حلت الجمعيه التاسيسيه في 8 فبراير 68 بطريقه خارقه للدستور وبطريقه يعني ممكن تقول عليها يعني ممزقه لكل اسس العمل الديمقراطي والدستوري. فالظلامات كانت كثيره في تلك التجربه، وبالتالي يعني معروف انه كان ممكن يكون فيها غباء، ولكن نحن لا نتحدث عن انه هنالك سوء في هذه التجربه، لانه اصلا السوء المفروض يؤدي الى يعني مقاومه عبر المدافعة الديمقراطية ثم إلى الأحسن الدفع إلى الأحسن، لكن الانقلاب قطع الطريق نحو هذا التطوير ولم يحسم هذه الخلافات وهذا الغبن بوسائل سلمية أو وسائل حسمه بطريقة دموية. هنا هي المشكلة. يعني كونه يكون في غباين لا أحد ينكره، لكن ينكر الاتجاه نحو الدموية ونحو التصفية الجسدية ونحو الإبادات الجماعية، وهذا ما حدث في الجزيرة. طيب نحن دائما بنحاول إيجاد قراءات قبلية لأحداث الجزيرة أبا وصولا إليها. أيضا اجتمع في ذلك الوقت السيد الصادق المهدي رئيس الحزب في منزله بالعديد من القوى السياسية، وجات مدرعات وجات قوة يعني على رأسها برير محجوب برير وأبو شيبة، وحاصرت المنزل وتحدثت مع السيد الصادق المهدي رئيس الحزب في ذلك الوقت، وقال له والله يا أخي نحن لا نقبل بالمعارضة وهذه هي أهدافنا وأنت آمن في مالك وفي أهلك وفي نفسك. فكيف دارت المحادثات وكانت بذرة قبلية للقاء بنميري؟ شوفي أنت لما تعودي للكلام بتاع اللواء محجوب برير نفسه كان يتحدث عن انه هذه المهمه نفسها اللي هي كانت في صباح يوم الانقلاب، صبيحه يوم الانقلاب يوم 25 مايو نفسه، كانت اساسا موجهه لاغتيال، كانت كتيبه موجهه للتصفيه. فبالتالي هو قال حسب كلامه في مذكراته، عنده كتاب اسمه مواقف على درب الزمان، وتحدث في ذلك الكتاب وقال انه هو حاول اقناع او تحدث مع النميري انه بتدخل من بعض الضباط، المهم انه يحاول انه يكون في تفاهم. حصل هذا التفاهم فعلا، ولكن كانت الكلام كله انه اذا تاخرت يقوموا باقتحام ويطلقوا نيران وكده. الكلام اللي قالوا لهم السيد صادق حينها وقال في مذكراته، وأنا برضو لقيت مذكرات له بخط يده في أثناء ما كان معتقل في جبيت اليهودي، كانت بعد الانقلاب مباشرة. فتحدث في تلك المذكرات عن أنه هو بيفتكر أنه ناسنا كانوا مستخفين جدا بالانقلاب، وكانوا بيفتكروا
يعني يقاوموا بأي طريقة، ولكن هو رأى إنه المقاومة تكون بإنه نقول كلام واضح جدا إنه الأوضاع الماضية لا أحد يدافع عنها، والبلد يحتاج إلى مخرج فعلا، وإلا سيتمزق وحتكون في مشاكل كبيرة بمواجهه، خصوصا كان في الحرب بتاعت الجنوب وغيره من المشاكل. ولكن يجب أن يكون الحل قومي، إقصاء جزء من الأحزاب السياسية ويكون في الواجهة أحزاب أخرى، ده معناها أنت دخلت في استقطاب سياسي وورثت عداوات سياسية، ومعناه أنه البلد حتدخل أيضا في مزيد من المواجهات. ده كانت الفكرة بتاعته. من هناك مشى الجزيرة أبا وخاطب الإمام الهادي بنفس الكلام. ده اللي احنا دارين نجي له، يعني بعد ما مشى الجزيرة أبا في 27 مايو ويعني قاد مباحثات أو جلسة تفاهمية مع الإمام الهادي، كان في عبد الله نقد الله عنده آراء مختلفة، وكان هنالك أيضا حضور الشريف حسين. فحكاية أيضا داري أشوف الاستقطابات الفكرية المغايرة أو الموقف المغاير من مايو، لأنه عبد الله نقد الله بتقول الكتب إنه كان أميل للحوار مع سلطة مايو والوصول إلى حل عبر التفاهم والحوار، بينما الإمام الهادي طبعا موقفه معروف. فماذا كان يدور حول الكواليس؟ إذا كانت هنالك مذكرات، إذا كانت هنالك روايات شفهية غير منشورة. الإمام الهادي لم يعني يسمع عنه أنه كان عنده دور تصادمي. الموقف بتاعه كان أنه نحن لا نقبل فرض رؤى شيوعية أو إلحادية أو كده علينا في البلد. نحن قوة سياسية، وإذا كان في أي توجه يعني لقيادة البلد يجب أن يكون بالاتفاق بين الناس كلهم وليس بفرض رؤى معينة. لكن الموقف ده كان متفق عليه من الجماعة ده كلهم. ربما كان الشريف حسين مختلف في موقفه، يعني كان أساسا لا يعني يركن لأنه يكون في أي نوع من أنواع الحوار. لكن مثلا الكلام بتاع الامير عبد الله نبض الله كان انهم هم اعتقلوه وفكوه بعد ذاك واعتذروا له، يعني انه ما كان في داعي يعتقلوه وانهم هم مستعدين لانهم يتكلموا. ده كلام قادة الانقلاب. ولحد ذلك الوقت لم يكن هناك كلام عن انه الامام الهادي يتحدث عن مواجهه للنظام ابدا. وكان الذي اعلن موقف يعني اكثر يعني ممكن نقول عليه مصادمه هو الموقف المخاطب اللي خاطب السيد الصادق حينها في بيت المهدي، لانه هو بعد في نفس اليوم بعد ما مشوا ناس محجوب برير محمد نور مشى بيت المهدي اللي هو قوبة، وكان في عدد من الناس جو وخاطب الناس مخاطبة جماهيرية وتكلم عن إنه الموقف الفردي ده مرفوض ونحن سنقاومه ولن نرضخ لذلك. عشان كده انت برضو لما تجي تلقي في مذكراته لماذا استجاب لدعوة الحوار، بتجد إنه واحد منا إنه لا يريد أن يعرض مدنيين آمنين في أبا للبطش بسبب موقفه. عرف عن الإمام الهادي الفكر التصادمي أو الدموي وإنه كان أميل للحوار، لكن هنالك معلومات من داخل حزب الأمة ومن داخل مؤلفاتكم وكتبكم عن الجزيرة أبا، مثلا عمر محمد عمر الملقب بالشهيد بيتحدث إنه والله نحن دخلنا السوق
وجبنا السلاح وودينا 1000 بندقية إلى الجزيرة أبا، أتت على دفعتين. ومعروف أنه حتى في هذا الاجتماع قالوا خلاص الشريف حسين يمشي للخارج وهو المسؤول عن جلب السلاح إلى الجزيرة أبا، فمؤكد السلاح ده ما حيعمل حاجة غير المقاومة وغير المواجهة الدموية. فعلا يعني أنا لما قلت الكلام ده مش داير أقول أنه الإمام الهادي لم يكن يسعى لذلك، أنا داير أقول أنه كان في كلام عن أنه أصلا حزب الأمة كان عنده سلاح بالخارج، ده حسب الكلام بتاع الكتاب المصالحة الوطنية نفسه، وإنه السلاح ده يدخل لجوه، وكان الشريف حسين الهندي بيعمل في ذلك، وإنه ده باعتبار إنه إذا النظام واجهنا بالقوة أن إحنا نكون على استعداد لذلك. لكن أنا الكلام ده بقوله ليه، داير أقول إنه اللي حدث في مارس 70 ممكن يكون يعني رصد للنظام لهذه التحركات، ممكن يكون أدى لذلك، ولكن ليس كما قال إنه الإمام هو الذي بادر بعدوانية. يعني اللي حدث فعلا كان هو، طبعا المرحوم الحبيب عمر الشهيد تحدث عن إنهم هم كانوا بيحاولوا يدخلوا سلاح من الخرطوم، وفعلا لحد ما قبض عليهم. لكن اللي برضو أنا شفته يعني ملف فيه مكاتبة الإمام الهادي من 69 ولحد فبراير 70 ما بتجدي فيه أبدا يوميات حرب. الإمام الهادي في تلك الفترة كان الحاجة الأساسية اللي أعلنها أو المنشط الأساسي اللي كانوا بيقوم فيه هو إعادة بناء جامع الكون اللي هو ده جامع في جزيرة أبا وكده. يعني زي ما قلت لك المكاتبات لم تكن تتحدث عن يوميات حرب. طيب فاروق حمد الله وأبو القاسم محمد إبراهيم زاروا الإمام الهادي في الجزيرة أبا وقال له يا أخي بس خلينا نعمل نقطة بتاعت بوليس، والإمام الهادي رفض إقامة نقطة بوليس، وقام هم حاولوا الوصول إلى حل ودي أو حل سلمي بطريقة حدبية، وعملوا إنه والله يا أخي الحكومة خلاص حتقدم لكم الخدمات والسلطة سوف تكون عن طريق العمدة. نعم. يعني رفض مجرد نقطة بوليس ده مش بديك إيحاء إنه يعني الجزيرة أبا كانت دولة داخل دولة، أو الإمام الهادي كان مصرا على عزلها من مايو لتكون يعني مصدر قوة، مصدر اجتياح داخلي ربما. شوفي في الجزيرة أبا دي أصلا بنيت كمنطقة رسالية، يعني هي لم تكن مدينة أو قرية أو منطقة عادية زي ما هي الآن، طبعا ما حاولوا النظام المايوي ونجح فيه أخيرا. الجزيرة أبا كانت وده حتى في زمن الإنجليز، يعني هم لما الإنجليز في أوج سلطتهم الجزيرة أبا مش ما فيها زول بيقتل ولا بيسرق ولا كده، ما في زول بيشرب سيجارة ولا بيخط تمباك، يعني خالية تماما من أي نوع من أنواع الجريمة. والناس اللي كانوا عاشوا في الجزيرة أبا في ذلك الوقت واللي بيحكوا بها عنه زي كأنها الفردوس المفقود، فكانوا بيتكلموا عن حاجة يعني الناس بتاعنا الجزيرة أبا ذاتهم لا بيسمعوا لغو زي ما بقولوا، يعني ما بتسمعي فيها شتيمة، ما بتسمعي إنها هي أصلا منطقة فيها يعني الأحياء فيها ذاتها على أسس قبلي، يعني فيها معناها قبائل كثيرة جدا متجاورة وما متجانسة بالتالي في، لكن عدد الخلاول فيها، عدد حفظة القرآن اللي فيها، عدد حلقات الذكر اللي فيها، عدد أيضا المعاهد الفنية اللي فيها، يعني كانت يعني حاجة زي دي. فبالتالي لما الإمام الهادي جو قالوا له كده قال لهم نقطة البوليس بتعمل لحفظ الأمن، ونحن ما محتاجين لهذا النوع من الـ من الـ نحن ما ليس لدينا من يسرق أو يعني ما عندنا الجريمة. وبناء على الإفادة اللي هي معروفة عن الجزيرة أبا ذلك الوقت، يعني هم استمعوا للكلام ده، لانه انت ما هو الغرض، يعني اذا كانت منذ العهد الاستعماري حيث كانت الضبطيات والنقاط دي يعني منتشره في كل مكان لم تكن في الجزيره ابا نقطه بوليس. طيب ما الحاجه الان لعملها؟ طيب في 27 مايو صبيحة الثلاثاء لما ذهب السيد الصادق المهدي رئيس الحزب للتحاور والتشاور مع الإمام الهادي في الجزيرة أبا، أتى مباشرة الفاتح عبدون ومعه رسالة من فاروق حمد الله،
وأقسم بشرفه العسكري أنه حيكون هنالك أمان، ويختار السيد الصادق المهدي في ذلك الوقت ليكون صلة الوصل أو التحاور بين الأنصار وبين النظام المايوي. لماذا اختير السيد الصادق المهدي على وجه التحديد؟ هل لأنه أكثر مرونة؟ هل لأنه عنده ميول اشتراكية؟ يعني ليه أتى الاختيار مع أنه يعني إمام الأنصار كان موجودا؟ طيب أقول لك، أنت لما تجي تشوفي الأدبيات بتاعت الوقت ده بتلقي حاجة غريبة جدا. يعني مثلا الحبيب الإمام أو الحبيب السيد الصادق هو بيتكلم في أوراقه في جبيت في يوليو، أو لا في الحقيقة في آخر في يونيو مباشرة بعد اعتقاله، بيتكلم متسائل يا ربي لماذا يعني اعتقل، أو لماذا خدعوني يعني، أو حليلا. هو في الحقيقة لم يكن حوارا هي كانت خدعة. جابوه يوم ثلاثة، لقاوني ميري ثلاثة ساعات، ويعني أظهر كأنما كان يستمع إليه وإنه وافق وإنه سيعود لمجلس الثورة. ثاني يوم طوالي الفجر اعتقل. فلما تيجي تلقي الكتاب بتاع انا يعني مثلا بتاع محجوب برير محمد نور، بتجد انه بيقول انه اصلا الموضوع كان خدعه، وقال انه يعني انا ممكن اروي لك الكلام اللي قاله اللي هو في كتابه. قال انه هم في ثالث يوم اللي هو يوم 27 مايو هم شعروا بمشكله، لانه السيد صادق مش فقط يعني أعلن أنه عنده موقف لا يقبل بالتسلط الشيوعي أو لا يقبل بكده وأنه رافض الوضع الجديد، أرسل لضباط منهم نميري ذاته، كل الضباط اللي اشتركوا وبعض الضباط في القوات المسلحة خارج قيادة الثورة المسمى ثورة يعني، أرسل لهم خاطبهم بأنه يعني لابد تصحيح الأوضاع دي. نحن لا ندافع عن الأوضاع السابقة ولا عودة إليها، ولكن هذه الأوضاع أيضا تحتاج للتصحيح. فبابكر المحجوب برير بيقول أنه في يوم 27 مايو عقد الاجتماع، وكان من بين أجندة الاجتماع كيفية التعامل مع السيد الصادق المهدي إزاء موقفه المعادي للثورة في ذلك الحين، أو كما توهم البعض سعيا لتصفيته والخلاص منه. فرأى مولانا بابكر عوض الله ووافقه نميري وكل أعضاء مجلس قيادة الثورة اعتقال السيد الصادق المهدي وإبعاده إلى حامية جبيت ليكون بمنأى عن أنصاره، وهذه كما قالوا أولى خطوات القرار الكبير. وكان واضحا أنهم يعنون بذلك التصفية البدنية بصورة لاحقة إذا اقتضى الأمر. فهو تكلم الكلام ده وفعلا تعرض لمحاولة اغتيال في طريقه إلى جبيت، أو تصفية 326 أو تصفية، فعلا تعرض لمحاولة تصفية جسدية، ولكن تعرض لمحاولة تصفية ثلاثة مرات. يعني الأولى زي ما قلت كانت في يوم الانقلاب نفسه، المرة الثانية فبركت كلام عن مؤامرة عنصرية، وبعد ما فبركوها عقد الرائد فاروق حمد الله مؤتمر صحفي في سبتمبر 69، وقال انه هو اشترك مع فيليب عباس غبوش في مؤامرة وانه ستتم محاكمتهم واعدامهم، لكن لم يذهبوا في هذا الاتجاه للاخر، ما معروف ليه لماذا تراجعوا. في الحلقة الاولى من فلاش باك كان ضيفنا عبد الوهاب ابراهيم وزير الداخلية والامن في عهد نميري، وتحدث انه نميري قال لهم عديل كده يعني بالعربي، يا اخي انتوا لو كنتوا اجهزه امن وشغاله كويس ما كان الشريف حسين والصادق المهدي بيبرطعوا عليهم الليله. وحتى قال انه رفع يده وقال لهم احنا كاجهزه ما مسؤوليتنا اقامه التصفيات الجسديه والدمويه. عموما سنتحدث عن الاشياء حول الجزيره ابا وصولا اليها، ولكن بعد هذا الفاصل. ولا زلنا مع الباشمهندسه رباح الصادق المهدي حول احداث الجزيره ابا، وتوقفنا عند رسالة الفاتح عبدون من فاروق حمد الله الذي أقسم بشرفه العسكري،
وعندما أتى السيد صادق المهدي رئيس الحزب وقابل نميري كانت هنالك 12 نقطة طرحها لأنه الثورة تخرج من عنق الزجاجة أو من الانحياز لحزبين فقط إلى السودان الأرحب. ومن ضمن هذه النقاط يعني حل مشكلة الجنوب، حل المشكلة الاقتصادية في السودان وغيرها من النقاط. يعني قريبا من أحداث الجزيرة أبا وبعيدا منها، لأنه برضو وجهة النظر التوثيقية لابد أن يكون فيها تحليل. أنت شايفين أنه لما أتيحت الفرصة للسيدة صادق المهدي في الديمقراطية الثالثة، لماذا لم يستطع أن يحقق هذه الـ 12 نقطة يعني؟ طبعا انت لما تعودي للفتره بتاعت الديمقراطيه الثانيه بتلقي انه كانت فيها الفتره دي كانت فيها تناحر حزبي شديد جدا. يعني الاطروحه انه الديمقراطيه في السودان تجاربها بدات من يعني مشاكل كثيره، والتجربه الثالثه مثلا كانت انضج منها كثير ولكن ايضا كانت فيها مشاكل. من المشاكل اللي حصلت في الديمقراطيه الثانيه انه فعلا كان في عدم استقرار شيء جدا. يعني السيد الصادق نفسه حكم 9 شهور فقط، حكم من يوليو 66 وحتى مايو 67. في هذه 9 شهور كل هذه ال 12 نقطة كان قدم فيها طروحات واضحة وإنجازات واضحة. يعني لما ترجع إلى الكتابات بتاعت المرحوم محمد عمر بشير عن مشكلة جنوب السودان هتلقي إنه الإرساء الأسس الأساسية لحل مشكلة الجنوب اللي هي كانت لجنة الاثنى عشر تمت في الفترة الانتقالية في 65 تعرضت لإهمال شديد جدا جدا قبل أن يأتي السيد الصادق للحكم، لكن هو شهد وشهادة من أكاديمي ضليع وخبير في الموضوع ده إنه لما أتى السيد الصادق للحكم في يوليو 66 يا دوب لجنة الاثنى عشر وجدت الانتباه، ومش كده بس، عقد مؤتمر جميع الأحزاب السودانية وطاف الجنوب في أكتوبر ونوفمبر 66 كل المديريات الجنوبية مبشرا بالرؤى دي. وطبعا كان على يعني تحالف وثيق مع الزعيم الأكبر شعبية في الجنوب ذلك الوقت المرحوم ويليام دينغ. فأنت بتجدين أنه هو قام بإنجاز في هذه الملفات، ولكن يعتقد أنه التناحر الحزبي اللي حصل والإجراءات اللا دستورية اللي حصلت بعضا منها طبعا شاركوا فيها هم كحزب أمة، وبعضا شاركوا فيها الجناح المنشق من حزب الأمة والأحزاب الثانية. هو كان ضجر جدا من أنه هذا التناحر يعني أول حاجة دكة قاعدة اللعبة في حل الجمعية وفي غيرها من الممارسات، وتاني عرقل وضع الدستور وعرقل حل الجنوب وعرقل كل الملفات. كانت هنالك إذن إشكاليات تحجم من تطبيق النظرية. يعني دائما في إشكاليات، السودانيين بيقول لك اليد في الموية ما زي اليد في النار، أحيانا كثيرة النظرية تكون عندها لتطبيق العديد من الإشكاليات. أحداث الجزيرة أبا لم يعني هي أحداث أنصارية، لكن كان هنالك العديد أيضا من الداعمين من الاتجاهين، يعني من الاتحاديين ومن الإخوان المسلمين. مثلا الشريف حسين دوره معروف حتى تحدثنا عنه في النصف الأول من الحلقة في السلاح وما إلى ذلك، فنتحدث عن دور الإسلاميين والاتحاديين في دعم أحداث الجزيرة أبا. زي ما قلت طبعا برضو السيد الصادق بيتكلم في مذكراته إن هم لما كانوا في بيت المهدي يوم 25 مايو نفسه جو برضو أيضا عدد من الإخوة الاتحاديين. طبعا الزعيم إسماعيل أزهري منذ اللحظات الساعات الأولى يعني تحرس بيته واعتقل طبعا، لكن بعض القيادات جات وقالت للسيد الصادق إنه نحن معكم، والشريف حسين سافر طوالي للجزيرة أبا وكده. لكن أنت لما تجي تقولي، وايضا زي ما قلت لك، ايضا زي ما قلت الشهيد محمد احمد عمر من الاخوان المسلمين، محمد صادق الكاروري، ومن المعاصرين، يعني كان في عدد من الاخوان لكن كان عدد ضئيل جدا. فهم كانوا هذا العدد كان جزء منه في مجلس الشورى، منهم كان يعني الاتجاه بتاعهم زي الخطاب بتاع الشريف حسين الهندي كان الاستعجال في انه يحصل مواجهة، الناس يبادروا بمواجهة عسكرية للنظام. وده الخطاب اللي اتلقى في جيب الامام الشهيد نفسه، انه في خطاب من الشريف حسين الهندي بيقول انه يعني الجهات الخارجية التي دعمتنا
تنتظر أن يكون في عمل ملموس. لكن طيب دي نقطة مهمة جدا، ما هي الجهات الخارجية التي دعمت الجزيرة أبا بالسلاح و يعني كانت متأهبة للمواجهة العسكرية؟ هو كان يتحدث عن السعوديين، كان يتحدث عن إذن السعوديين. السعودية يعني دي اللي أنا شفتها في الخطاب يعني. لكن أثيوبيا أيضا وليبيا، لا ليبيا طبعا، ومصر كانت مع نميري في ميثاق طرابلس، لكن في وقت آخر آوت الجبهة الوطنية. لا لا، ده لاحقا جدا. ما هو نميري بدأ يساريا وكان في ميثاق طرابلس اللي هي ذلك الوقت كان مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وكان العقيد القذافي، كانوا عملوا الميثاق بتاع طرابلس ده اللي هو فيه زي تحالف ثلاثي بين مصر وليبيا والسودان، وتحالف يساري يعني مع موسكو. ففي ذلك الوقت كانت السعودية طبعا ولا زالت في جانب المعسكر الغربي. نعم. فبالتالي كانوا ينتظرون أن يحدث تحرك أو ده يعني سمعته. لكن كان في عديد من الناس يعني مثلا أنا اقترحت بصراحة أثيوبيا وليبيا، لأن الهجرات بعد استشهاد الإمام الهادي كانت باتجاه أثيوبيا، وبعد ما حصلت مشكلة مع أثيوبيا زي ما حنشوف جو راجعين لليبيا، فتوقعت أنه ليبيا يكون عندها ضلع يعني فقط الأسلحة من السعودية. لا ده لاحقا. أيوة، لكن الداعم الأساسي لأحداث الجزيرة أبا فقط السعودية في ذلك يعني الوقت. هو أحداث الجزيرة أبا ما تمت بطرف من الأنصار، أحداث الجزيرة أبا يعني قام بها النظام، وهو ممكن يكون يعني اتعملت رواية انه في احد الناس تحرش بنميري، لكن يعني ممكن يكون كان في خطر امني مرصود والاسلحة كانت معروفة حسب افادة بعض ضيوف فلاش باك. نعم، ولكن هذه الاسلحة اول حاجة هي ذاتها ما كانت بلغت لانه يعني يحدث تحرك فعلا، وثانيا ما كان في ناس بيعرفوا يستعملوها. قسيمة لخمسة مناطق وسميت بأسماء معارك مهدوية قديمة، وتم تدريب يعني حتى المتقاعدين من الجيش وكذا، يعني كان هنالك استعداد. الكلام ده كله مرصود، أنا لا أنكره، لكن أنا داير أقول لك الكلام ده كان بيتكلم عن خطة طويلة المدى، وهذه الخطة نفسها كان في خلاف عليها داخل الأنصار نفسهم. يعني الإمام الهادي حتى ذلك الوقت لم يكن قد حسم انهم هم فعلا عاوزين يعملوا كده ولا لا، كان هنالك من يحثوا. يعني مثلا وجد حث له من عدد من العسكريين منهم السيد مامون شرفي، وعدد من المدنيين منهم السيد فاروق البرير، وايضا السياسيين السيد حسين الهندي، ولكن في المقابل كان هنالك ايضا رؤى اخرى. يعني مثلا زي الامير عبد الله نبض الله مثلا، الخطاب اللي ارسله له السيد الصادق من داخل سجن شندي، جاته عمتي السيده وصال واداها خطاب يوم 14/3 اللي هو ده قبل لي اسبوعين تقريبا من زياره نميري، من الزياره. اول زياره طبعا اتعملت في يعني القرار بتاعه اخذ يوم 20. طيب ربحنا احنا عشان نمشي بتسلسل، لو دارين نرجي الاحداث، لانه هسي يعني الاحداث شايفاه في قطبين متناحرين، احداث داعيه لانه والله نحن في زياره نميري دي نقول له لا ونرفع اللافتات، ورؤى اخرى داعيه الى التعقل. نتحدث عن الزياره نفسها، لانه المايويين او المناصرين للنظام يتحدثوا انه الأنصار كانوا نوعا ما عدائيين، واحد طلع سكينه من ذراعه أشار بال نميري لغاية ما ثبتوه وكذا، والأنصار بيقولوا لا والله الحاجات دي كلها تمت فبركتها، وكانت أشياء يعني زيارة نميري نفسها كانت زيارة استفزازية وتريد أن يعني تضع الأمور في نصاب المعركة. فبصراحة شديدة يعني للباحثين عن الحقيقة كيف كانت. انا اقول لك يعني انت لما تشوفي، انا طبعا لم اعاصر تلك، لكن يعني زي ما قلت بحثا عن الحقيقه نفسها ماذا حدث، يعني لما تشوفي الروايات بتجدي انه هم ناس نميري كانوا حتى كتابات اللي كانوا معهم مشتركين، وفي ضابط منهم اللي هو احمد عبد العزيز كتب قبل فتره وقال انه فكره انه احد الانصار تهجم على نميري دي كانت فبركة، يعني ذكر ذلك. أنا شفت الـ 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 الشهادة، أنا في الحقيقة ما قريتها، لكن قال السيدة
الصادق الهادي المهدي في برنامج تلفزيوني يعني. الكلام نفسه لما تجي تشوفيه الإمام الهادي جاته أفكار مختلفة من ناس مختلفين. في ناس قالوا له لازم نعمل ثورة شديدة ولازم نقول إسقاط النظام ولازم نقول كده وكده. الرسالة اللي جاتهم من السيد الصادق كانت مختلفة من ناس كتار مختلفة. لما تجي تلقي ماذا أقر عليه الإمام هتلقيه أقر على أنه الناس يواجهوا نميري بلافتات وبشعارات لا تنادي بإسقاط النظام. تتكلم عن لا شيوعية ولا إلحاد ولا سلام بلا إسلام. هاي عاش الإمام، الإمام حامل إسلام، الإمام حامل إسلام، ولكن لم يكن هنالك عدائية مباشرة تتحدث عن موقفنا. إحنا عاوزين سلام بالإسلام، نحن ما عاوزين شيوعية وما عاوزين إلحاد، ولكن لا تتحدث عن مثلا يعني فليسقط نميري أو أي حاجة من الحاجات دي. طيب يعني قبل ما نمشي لوجهة النظر المغايرة، يعني أثناء البحث والقراءة عن أحداث الجزيرة أبا لقيت إنه تفاجأ جدا الإمام الهادي بعد يعني ضرب الجزيرة أبا، وبعد أن أتت رسائل التهنئة إلى نميري وقال يعني كده سبحان الله كيف اتفقوا بين يوم وليلة. نعم. بصراحة شديدة، هل كانت هنالك جهات ما توعز إلى الإمام الهادي إنه والله السودان كله معك، وإنه يعني الناس على قلب رجل واحد، قلوبنا وسيوفنا معك، ثم أتى ما لم يكن بالحزبان؟ والله زي ما قلت لك يعني الكتابات بتقول إنه ده كان مضمون رسالة السيد فاروق البرير، إنه كل الناس وايضا السيد عثمان عبد اللطيف انه في مدني كل المدينه والجزيره وعسكريين، انه نميري حينما زار المدني كانت كل الناس مهيئين لذلك وكده. ايضا السيد الصادق بيذكر في مذكراته انه ناسنا كانوا مستخفين جدا بالوضع وبيفتكروا انه وضع معزول جدا وانه الضباط نفسهم ما معاه ويعني غير ذلك. لكن يعني زي ما وضح لاحقا انه الفكره دي ما كانت حتى ضرب الجزيره مع انه كان قاسي جدا، لكن ناس كتار جدا مع انه ما كان الناس بيرجوا منهم ذلك تحدثوا بطرب يعني. وبقت الشعارات برضو في شعارات مضاده يعني الصادق عميل امريكي او لا تحفظ بالاعدام، لانه هو ما كانت تقول انه متحفظ تحفظنا عليه. ايوه لا تحفظ بالاعدام، اضرب الرجعيه بيد من حديد، يعني كان الكلام كله على انه اضربهم. وبتجد ناس يعني مثلا دعاة حقوق الإنسان زي الجمهوريين كانوا يباركون ذلك ويعتقدون أنه من محاسن نميري أنه خلص البلد من الطائفية. فبالتالي يعني في واحدة من قراءاتك لبروفيسور عبد الله علي إبراهيم، ربما هو الآن يعني إن شاء الله ربنا يرد غربة، ربما الآن يعني تجمعك به صداقة، ماذا وجدت في كتاباته عن هذه الأحداث؟ كان ناغما على نميري أم كان متناغما معه؟ نعم، ويعني فعلا راجعته باعتباره أستاذي يعني وكده، وقلت له وأنا فوجئت فعلا في كتاب بتاع الشاعر الراحل عبد الرحيم أبو ذكرى، وكان في كلام عنه وكان يتحدث عن إنهم كيف ذهبوا للجزيرة أبا وطربين من ضرب الطائفية والتخلص من الرجعية والاستغلالية، وهذه تحدث عن مراجعتهم للدائرة والاستغلال ومثل هذه الأشياء. وأنا طبعا بقول إنه ممكن كل تجربة في الحياة يعني وارد فيها الخطأ، وارد فيها المراجعة، وارد فيها أن ننظر بعين ما تكون يعني مبررة، عين يعني تشوف التجربة مهما كان التبرير، يعني ما في تبرير للدم بأي حال من الأحوال. لا لا، لكن أيوة ده الكلام اللي قلت له، مهما كان الخطأ الذي ارتكبه في عيونكم يعني يعني الخطأ اللي ارتكبوه الناس ديل، كانوا طائفيين، كانوا رجعيين، هذا لا يبرر هذا العنف الشديد الذي يرقى لأن يكون إبادة جماعية، إبادة جماعية بحقه حقيقي. ولكن الأنصار نفسهم لأنهم متعودين على سيرة الدم لم يتم الوقوف يعني على هذه المجزرة أو الإبادة الجماعية
يعني ممكن نقول بالوقفة المستحقة. طيب زي ما كان في فاروق برير وفي مامون شرفي داعين لين والله تكون في لافتات على طول النيل الأبيض، وإنه الناس كلهم يهتفوا يعني بينهم ضد النظام أو بأنهم والله يا أخي نحن ضد الشيوعية وما إلى ذلك، كانت هنالك آراء أخرى للسيدة صادق المهدي والسيد أيضا صلاح عبد السلام الذي حاول أن يكون حلقة وصل ما بين النظام وما بين الأنصار، ولكن ربما الإمام الشهيد الهادي استهجن منه هذا الموقف أيضا، أنه أنت خليك معنا بدل تخليك وسيط. لماذا تم إبعاد هذا الرأي، يعني رأي التعقل، رأيين والله يا جماعة يعني الزول ده زي ما بقول لك البصرعني ما بكات له، أو هو يعني يسعى مباشرة للاستفزاز يعني. والله أنا الكلام الدائر أقوله من قبل أنه بالعكس يعني الرأي المتشدد كان بيتكلم عن أنه نهاجم النميري مهاجمة مباشرة أو حتى نبدأ بالهجوم. أنا قصدت إنه الآراء، لكن الرأي اللي بيقول إنه بس فقط يعني بس ينظر لشعاراتنا، يعني أفتكر ده عقل شي كان، وهو ده اللي تم يعني هم الناس ما عملوا يعني في الخطاب بتاع السيد الصادق الذي أرسله مع شقيقته وصال إلى الإمام الهادي، كان يعني كان بيدعو إنه والله يخلي في لافتات ويكون نعم في شعارات، ولا كان بيقول إنه والله نميري ده داير طريقة يتحرش بينا؟ أنا أقرأ ليكي من الكلام بتاعه ذاته، هو قال إنه اللي هي الخطاب كان في 14/3 ما ظاهرة، لكن كان بيتكلم عن إنه إذا هو بيتكلم والله كان عن إنه يتم تجاهله. أيوة أي ده اللي أنا قريته، إنه يتم تجاهل زيارة نميري. لكن مباشرة الحاجة المشهد اللي هو في الآخر إنه نقول له كده أيضا كانت استجابة، لأنه لا ما نواجه مواجهة يعني مباشرة، يعني ما نواجه مواجهة مباشرة، ما نقول لهم يعني، فبالتالي كانت حاجة في النص ما بين المنادين بأنه نواجه نميري بأنه يجب أن يذهب هذا النظام، وما بين إنه نسكت تماما أو تفويت الفرصة. يعني فبالتالي الموقف اللي حصل أيضا لم يكن يرقى للعنف الذي يعني واجه به النظام الجزيرة العربية. طيب يعني الإجابة على السؤال الفائت ربما الفائت جدا، هل فعلا في شخص أنصاري سل سكينه من ذراعه وكان داري يضرب بها نميري؟ يعني الحادثة دي بيقولوا إنه فيها شهود وعندها روايات معتمدة يعني من الأشخاص الموجودين، بينما يتم إنكاره تماما أنصاريا، فما في زي ما قلت لك انا سمعت عن انه في ضابط من ناس نميري نفسهم اسمه احمد عبد العزيز، هو انكر انه الحادثه دي كانت فبركه، ونحن متعودين من ناس نميري على الفبركه، لانه الانصار ما في سبب، يعني هم ناس كانت التوجهات لهم كانت واضحه انه يعني تكفوا ايديكم وبس تقولوا هذه الشعارات، تظهر هذه الشعارات تحملوها تقولوها بخشمكم، ولكن ما يحصل اي نوع من انواع التحرش ولا الاستفزاز، لانه احنا ذاتنا ما كنا مستعدين لاي مواجهه. طيب الكلام ده لو حصل فعلا ده معناها تجاوز من شخص، يعني ما ممكن يكون الرد عليه الا انه الزول الشخص ده هو اللي هو حتى ما اطاع قيادته، المفروض التعامل معه بطريقه انه ذا زول طريقه فرديه وليست جمعيه. ايوه خصوصا انه كل الناس ديل كانوا ملتزمين، ده لو حصل، يعني لو حصل، لو افترضنا فرضا انه الكلام ده حصل ونحن بنعتبر انه زي او زي قصه القلم بتاع المسدس بتاع القصه السخيفه اللي حكوها في كلام عن انه السيد الصادق والسيد فيليب عباس غبوش كانوا يريدون ان يعني يقوموا بمؤامره عنصريه، كان كلام سخيف جدا، مسدس في شكل قلم وفيه ما بعرف خشب من ما بعرف سايبيريا وكلامات كده زي دي، فبيعملوا فبركات زي دي. يعني انت شايفه انه حتى لو صحت الروايه ردت الفعل اكبر من الفعل ترقى بكثير؟ لا ترقى. طيب نحن نجي مباشره للسيد احمد ابو الذهب الذي كان على راس القوه، يعني اول رده فعل كانت كالاتي، انه والله واحد رفع سكين في وجه نميري، اذا صحت الروايه او لم تصح اتت قوه عسكريه لاحتقال امام الانصار في ذلك الوقت الامام الشهيد الهادي، ولما لقوا نفسهم متورطين تمت خديعة ما، يعني برضو نستمع للخديعة من أبو الذهب من وجهة نظر الأنصار. لأنه هو لما جاء وعرف الأنصار أنه ده
يعني المقصد بتاعه، هم قبضوا عليه وساقوه للإمام الهادي. هم لما شعر بأنه يعني ما بيقدر يقبض على الإمام الهادي، حاول يقول إنه هو جاي للتفاوض ويدعي إنه بيتفاوض، ووصل مع الإمام الهادي لعدد من الأشياء، منها إنه يتم الرجوع للاستفتاء لدستور 68، وإنه ما يكون في شيوعية، والحزب الحكم يكون قومي، ولأنه مطالبات بتاعت الناس، يعني مطالبات الإمام الهادي المعروفة إنه إحنا ما عايزين تسلط شيوعي. فإنه ادعى إنه الكلام ده تم الاتفاق عليه ومشى. لما مشى الميري قاموا قالوا لا، نحن نضربهم بيد من حديد. ويمكن القبال كده انه الامام الهادي قد يكون صدق تماما وتحدث بذلك الحديث في خطبه الجمعه. نعم. انه الله كفى الله المؤمنين شر القتال. القتال كفى الله المؤمنين القتال. ايوه فعلا ده حصل تماما، وهم كانوا في حاله احتفال باتمام بناء جامع الكون في الجزيره ابا، وكان في يعني حبور شديد جدا جدا، انه هم تموا الجامع وفي نفس الوقت كل اللي عايزينه دايرينه تم الاستماع له. وده بعد الساعة 4:05 تماما عصرا تم القصف. قصف كان موجه وكثيف. أولا الذهب أبو الذهب نفسه من مدخل الجزيرة أبا، وبعد ذاك مشاة ومدرعات تقريبا. نعم أيوة. وبعد ذاك تاني يوم جل أبو القاسم أحمد إبراهيم، هو نفسه قاد العملية، وبقى في ضرب من الحصي ومن الطويلة وبالهاون بعد شوي دخلت الطائرات في نفس اليوم، دخلت الطائرات، طائرات مصرية وليبية والطائرات السودانية نفسها. ويعني كانت حاجة بخبر روس وكده يعني. طيب يعني ضرب الجزيرة أبا هل تم على مرحلتين ولا 3 مراحل؟ يعني في الجلسة الفائتة مع سعادة الرائد عبد الله الصافي تحدث إنه المرة الأولى تم احتقالهم ونجوا بالخديعة، المرة الثانية أبو الذهب لحق بنميري في طوافة وأيضا هزموه الأنصار، حتى أتت المرحلة الثالثة مرحلة أبو القاسم أحمد إبراهيم. حينما لحق لا هو ما حصل هزيمة للأنصار، لأنه حصل هزيمة عفوا لقيادة أبو الذهب للمرة الثانية. لم تحصل. أنت لو رجعتي يعني الكتاب بتاع الصديق البادي بيتكلم عن انه في اليوم الاول ده هو حصل انه اتقتلوا منهم 3، لكن الشهداء الانصار كانوا 93. فبالتالي هي اساسا يعني الانصار استطاعوا، لانه كان في التحام وهم ناس شجعان يعني في الالتحام وكده، استطاعوا ان يصيبوا او يقضوا على 3 من جنوده. لكن هو في المقابل، لانه هو كان مدرعات ثقيله جدا، هو استطاع أن في ذلك اليوم أن يسقط 93 من الأنصار شهداء. وعلى طيلة الوقت كان الضرب ده مستمر، وهم افتكروا أنه عشان ما يكون عندهم فرصة للالتحام بالأنصار يضربون بالطائرات. لكن هو يتحدث أنه يعني الانهزام عند العسكريين ليس بأعداد الشهداء من هذا الطرف والطرف الآخر، لأنه ذلك مدنيين بالطبيعة أن يكونوا هم الأعلى من حيث الضحايا، لكن يتحدث أنهم هم اضطروا للتقهقر وللتراجع. صحيح. والمشاة تحت حماية المدرعات، والمدرعات تحت صحيح. حماية المشاة. صحيح. وقال نحن تفاجأنا أنه الأنصار ذل ما جو ورانا ليلة، وجو ورانا قال خلاص كان الحكاية فكت أو لا صحيح. إذا كان الكلام عن إنه كده، رأيك شنو؟ نخلي الإجابة معلقة إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، نلتقي في الحلقة القادمة ونواصل الحديث عن أحداث الجزيرة أبا حتى جديد اللقاء. دمتم في أمان.